ضمن مكرماتي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لإدخال الفرحة في قلوب أبنائه المواطنين، اعتمد سموه صرف 514 قطعة أرض سكنية في ضاحية بليدة، كما اعتمد سموه 6000 قطعة أرض صناعية وتجارية في الإمارة، بالإضافة إلى مجمع استثماري في مدينة أو في منطقة مليحة. الإعلان عن ذلك جاء في برنامج الخط المباشر بإذاعة وتلفزيون الشارقة. صدرت توجيهات كريمة من سمو صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه. اللهم آمين. وهذه التوجيهات تصب في صالح سكان إمارة الشارجة وتلخصت في توجيهين رئيسيات. التوجيه الأول اعتماد صرف 514 قطعة سكنية في ضاحية البليدة. ما شاء الله. والتوجيه الثاني وجه سموه فيما يخص مشروع الضمان الاجتماعي بتخصيص الأراضي والمباني الاستثمارية، واعتمد سموه بالأمس 6000 قطعة أرض بالإضافة إلى مجمع مباني استثمارية في مليحة.